نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي الكريم وأحيي أبناء الشعب العراقي الكرام. حياك الله. وأنا أعتذر أيضا لأبناء الشعب العراقي عن هذا القرار الجائر الظالم الذي إن دل على شيء إنما يدل على أن الحكومة ورئيسها في واد وأبناء الشعب العراقي المظلوم في واد آخر. وللأسف الشديد علمنا أن هذا الموضوع، موضوع البطاقة التموينية، التصويت على موضوع البطاقة التموينية لم يكن مدرجا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإنما تم وضعه أثناء المناقشات وتم التصويت عليه بسرعة، بينما أثناء الجلسة كان هنالك من وزرائنا من يطالب بإدراج موضوع توزيع واردة عائدات فائض عائدات النفط 25% التي أقرها مجلس النواب العراقي بعد أن طالب بها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر لتوزع أموال النفط لأبناء الشعب العراقي. رفض السيد المالكي رفضا قاطعا في هذه الجلسة أن يوزع أي شيء لأبناء الشعب العراقي، وكل أبناء الشعب العراقي سمع السيد المالكي من على إحدى الفضائيات في إحدى لقاءاته كيف استهزأ بهذا الموضوع، وكيف قال أن البعض يريدون أن يوزعوا 25% من واردات النفط يوزعوها بكيفهم على الشعب العراقي. نقول له من حق أبناء الشعب العراقي الدستوري والقانون أن توزع لهم هذه المبالغ. اليوم أنتم تلغون حصة تموينية بسبب الفساد. قبل شوية هنالك حضرتك عرضت خبر الأطفال الأبرياء اللي اختطفوهم، وهنالك تجارة بالأعضاء البشرية. أنا أقول باشر أبا يطلع عنا السيد المالكي بعد أن يقول دراسة استمرت سنتين أو ثلاثة بعد ما أدري قد يدرسها، هنالك اكتشفنا أن هنالك فساد في الأجهزة الأمنية. طيب لكن دكتورة قبل ما نصل إلى الفساد نطلب من أبناء الشعب العراقي، اسمح لي أخوي، لا بس أقول جملة واحدة، بس جملة واحدة الحماية، ونقول يعني أبناء الشعب العراقي كل واحد دكتورة ليش نحمل رئيس الحكومة تحمي بيته وتحمي أبناء الشعب العراقي؟ ليش نحمل رئيس الحكومة واحدة؟ وزراء التيار الصدر كانوا موافقين، يعني ليش نحمل رئيس الحكومة؟ الرجل طلع قال كل مجلس الوزراء موافق، الجميع بالإجماع. نعم. يعني واحدة من اثنين، يا كلام رئيس الحكومة يحتاج لإعادة نظر، يا موقف الوزراء يحتاج له إلى توضيح. يعني لربما عليكم استدعاء وزراءكم ومساءلتهم. أكيدا أخي الكريم، هذا الموضوع لن يمر بدون حساب، تأكد من ذلك، تأكد من ذلك، هذا الموضوع لن يمر بدون حساب، هذا الموضوع لن يمر بدون حساب. لكن نحن الخط الصدر الشريف، سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله هو قائد وطني، قائد لجميع أو قائد شعبي لجميع أبناء الشعب العراقي، وليس قائد فقط للخط الصدري. فلذلك هو ما يهمه مصلحة أبناء الشعب العراقي، خرج ليطالب بإلغاء هذا القرار الجائر ويعتذر من أبناء الشعب العراقي، وأنه الشرف كل الشرف أن يعتذر سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عن شيء لم يفعله هو، إنما المسؤول عنه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء هو المسؤول عن وزراءه، كما أن رئيس مجلس النواب العراقي اليوم هو مسؤول عن النواب. لا يمكن أن نقول أن مجلس النواب العراقي اليوم يعني كل نواب تابعين إلى كتلة نخلي مسؤولية رئيس مجلس النواب، كما لا يمكن أن نقول أن الوزراء لأنهم يتبعون إلى كتلة نخلي مسؤولية رئيس الوزراء. اليوم الحكومة من تنجح ينجحوها وزراء الكتل كلها، ومن تفشل يفشلوها وزراء الكتل كلها. إذا معناته أن رئيس الوزراء هو يكون مسؤول عن نجاح أو فشل هذه الحكومة. لذلك نحن نقول أن هذا قرار جائر. للأسف الشديد تناهى إلى سمعنا أنه السيد رئيس الوزراء قد قال أنه إحنا درسناها سنتين وهذا الموضوع سوف يتم توزيع الحصة أو يتم يعني بيع مواد غذائية عن طريق الأسواق المركزية. هذا ما وصل لنا مؤخرا. أنا أقول هل درس السيد رئيس الوزراء كيف يمكن درسه من ناحية اقتصادية؟ وأنا أشك في ذلك. لكن هل درس من ناحية اجتماعية في الوضع اللي يمر بالعراق؟ هل درس كيف يمكن للمرأة العجوز أو الأب الكبير بالسن، أنت تدري اليوم إحنا الموت ده يحصد أبنائنا بالجملة يومية تفجيرات، وممكن العائلة ما يبقى عندها، يبقى عندها بس أرامل وأيتام أطفال أو بس أب مسن وأمرأة مسنة. هل درس السيد المالكي كيف يمكن أن تذهب هذه المرأة المسنة إلى أسواق المركزية؟ كان قبل يومهم كل يوم كل منطقة أو يوم كل قطاع موجود سوق أو عفوا موجود محل لبيع ليوزع الحصة التموينية. اليوم هاي المرأة العجوز أو الرجل المسن كيف سيصل المعوق؟ كيف ستصل الأرامل؟ هل يريد أن يخرج نساءه إلى الشارع؟ الأرامل إلى الشارع يعني فوق الضيم مالتهم، فوق ما خسروا أزواجهم، وفوق ما خسروا حياتهم مستقبلهم، وأصبحوا في زهر الشباب ومسؤولين عن أيتام. طيب أطفال دكتورة. صغار إنهم بريد نوديهم إلى الأسواق المركزية لزمن طيب سرع، وبعدين نعيد نفس سيناريو المتطوعين في وزارتي الداخلية والدفاع وكيف حظتهم. طيب دكتورة، لكن هناك من يرى السرع على التطوع. اليوم نريد نحصد المفخخات تحصد أبناؤنا وهم يوقفون على سرع حتى يشترون غذائهم وقوتهم. أنا لا أعرف كيف تتصرف الحكومة. اليوم الحكومة هم ما تقول أكو فساد بوزارة الكهرباء. طيب دكتورة، لكن نحن
يعني احنا يوميا التربيه بعد ما نوفر مدارس. طيب احنا يوميا نسمع الشعب العراقي. انا ما ادري هو الدوله او الحكومه في خدمه المواطن، لو المواطن البريء اصبح عنده حكومه في داخل بيته، اصبح مسؤول يوفر الكهرباء ويوفر الماء ويوفر الخدمات ويوفر الصحه يوفر التربيه والنوبه. طيب. يعني الناس دا تموت من القتل، انه بتريدون تموتوها من الجوع الارهاب. بس دكتور البطاقه التموينيه ما تكاملت خلال الارهاب الغذائي. بس دكتور البطاقه التموينيه ما تكاملت في شهر من الأشهر طوال كل هالسنوات، يعني احنا نحكي من 2003 نعم. لليوم البطاقة التموينية نعم. الآن احنا إذا نفتح الهواتف لكل المواطنين أتمنى يطلع مواطن. وهذا مبرر. هل تعتقدين أن المواطن راح يتصل يقول أنا حصل على البطاقة بالكامل؟ ما نفس الوقت يعني مسؤولية الجميع، يعني لماذا الجميع لم يدافعوا عن بطاقة؟ لا لربما الجميع يسأل لماذا المواطن لم يدافع عنه ولا سياسي خلال كل هالسنوات ويقول ليش المواطن ما يحصل على البطاقة بالكامل؟ يعني لماذا نحمل فقط طرف ونخلي الأطراف الأخرى؟ ما كلها متحملة، كلها متصدية للعمل السياسي. لا أخي العزيز، نحن بالنسبة لنا دافعنا عن موضوع البطاقة التموينية بشدة، وجرى استجواب لوزير التجارة السابق، وأنا بنفسي على قناة البغدادية أكثر من مرة أطالب بمحاكمة وزير التجارة السابق فلاح السوداني الذي ينتمي إلى دولة القانون. وأيضا بالبرنامج السابق مع حضرتك أنا أبديت استغرابي، قلت لماذا يعطل القانون في جانب ويفعل في جانب، وأبديت استغرابي لماذا لا يلقى القبض على السيد صفاء الصافي وزير التجارة وكالة عندما صدر أمر إلقاء قبض ويحقق فيه مواضيع الفساد. أنا ما لي دخل، هو مدان بريء، هذا شغل يقدر القضاء، لكن ليش هو كان تصدر عليه مذكرة إلقاء قبض وهو يداوم بصف رئيس مجلس الوزراء؟ رئيس مجلس الوزراء المفروض يحاسبه، رئيس مجلس الوزراء المفروض أنه يقول يؤمر باعتقاله. طيب دكتور إذا يخرج رئيس الوزراء في إحدى البرامج يقول وزير التجارة صفاء الصافي بعد عن بيتي شبرين، لا إذا بعد عن بيتك شبرين ليش ما تعتقله؟ نحن في لجنة تقصي الحقائق الدي إف آي وضحنا في داخل مجلس النواب العراقي أن هنالك عجز لدى وزارة التجارة، تريليونين صرفت خارج التخصيصات ولم تصل هذه الأموال على شكل حصص تموينية إلى المواطن العراقي، وإذا وصلت من خلال المبالغ المخصصة لها فأما وصلت تمن معفن أو زيت فاسد أو مواد أو شاي مسرطن أو الحمص اللي الآن شفتوه أنتوا والسكر الفاسد اللي طلعتوه بقناة البغدادية، ولليوم أنا أدعوك أن تروح إلى مخازن مدينة الصدر، وإحنا كتبنا لوزارة التجارة قلنا لهم ليش اليوم الحمص فاسد من 2006 لحد الآن وأكو دودة تشكلت وتكونت بهذا الحمص دودة، يعني إذا وقفت يمه وقرصتك بعد أسبوع ما تروح القرصة مالتها، ليش هذه المواد موجودة وحليب فاسد وكذا؟ الفساد لا يبرر قطع البطاقة التموينية، وإنما المهم محاربة الفساد، لأن إحنا إذا مشينا على منطق رئيس وزراء إنه أكو فساد بوزارة التجارة باشر عقبة شو نقول؟ نقول هم ماتين أكو فساد بالمؤسسة الأمنية، روح يا مواطن عراقي روح ادفع فلوس للشركة الأمنية الخاصة خلت تجي تحمي ابنك من الخطف أو تحمي بيتك من من المداهمات والتسليب، روح يا مواطن روح سجل ابنك بمدرسة خاصة وحتى شنو؟ لأنه ماكو عندنا فساد بوزارة يعني نلغي الوزارات كلها. طيب دكتورة فيما يتعلق وجيب لك علاج من الصيدلية غالي لأنه ما نقدر عندنا طيب فساد بوزارة دكتورة فيما يتعلق المواطن العراقي هو المسؤول عن الفساد لو هاي زين. بعدين رئيس الوزراء انت سمعت اخي الكريم شو يقول انا اتعهد انه اني يعني احرص على انه اراقب السوق. يا اخي مو انت حكومتك وزاراتك ما راقبتها، وزاراتك ما سيطرت عليها، تريد تسيطر على السوق بحيتان، تريد تسيطر على حيتان. لا بس هو وزارته كلها تاجر مرتبط بالحزب يموله وخلي يروح الشعب يموت جوع. لا يا دكتورة، رئيس الحكومة اليوم اثبت انه وزارته تسمع الكلام، رئيس الحكومة إلى حضور ورئيس الحكومة وزارته مجمعة على آراء، وبالتالي نحن أمام وزارة متكاملة. لربما تصريح السيد رئيس الوزراء اليوم يثبت فعلا أن الحكومة متكاملة بوزرائها ورئيسها. لكن خل أنتقل إلى ملف آخر وهو والله ملف حكومة تتفق وهو والله ملف حكومة الفساد. والله يا أخي حكومة تتفق، حكومة تتفق على مضرة الشعب العراقي، فهذه حكومة ستأكل نفسها بنفسها وستضعف نفسها بنفسها وستنهار بنفسها عندما أضرت مصلحة أبناء الشعب العراقي. هذا أمر مرفوض، هنالك إرهاب غذائي المراد المطلوب أنه يسلمون أبناء الشعب العراقي إليه. أنا أقول لهم طيب. اليوم خلي يفكرون بالمرأة العجوز، خلي يفكرون بالأرملة، خلي يفكرون بمنتسب الأجهزة الأمنية. أنا ذا البارحة إجاني شاب منتسب طيب دكتور الآن دكتور حتى ما ناخذ من عند رجليات هذا شلون راح يروح يجيب الحصة التموينية؟ شلون راح يروح يشتري مواد غذائية لعائلته؟ زين أنتم بدال ما زين أنتم بدال ما تنزعون أموال اليوم توزع لي للدول العربية وللدول غير العربية، زين أنت تعال هاي الأموال وزعها لأبناء شعبك العراقي. نعم السيد علي الدباغ يقول هاي حرصنا على علاقاتنا، يا أخي ويا الدول يا أخي احرص على علاقات أنت ويا أبناء شعبك، احرص على
مو شعبكم مثلا دك سواها قبلك النظام السابق، النظام البائد سواها هذه الحركه، قام يوزع ويبني بالدول طيب. العربيه وغير الدول العربيه، وش حصل؟ ما وقفوا للدول العربيه. طيب دكتور الان هو شعبه، شعبه فقط اذا كان منصف وعادل مع شعبه سوف يحب شعبه ويوقف له، اما اذا كان غير عادل وغير منصف ويروح هاي الاموال، جندي جندي يريدني بالحرس الوطني او بالمنتسب بالداخليه، يجي ايده ورجلياته مقطع شاب مثل الورد، يجي يقول لي دكتور اريد كرسي كهربائي، اسالك ايش قد سعر الكرسي الكهربائي؟ 10000 دولار وتعطون عشرات الملايين من الدولارات للدول، ليش ما قدرت توفر؟ زين هذا بالاجهزه الامنيه بالحرس الوطني من دا يتفجرون اليوم، اسالك انت اعلامي تعرف الاعداد، ايش قد اليوم عندنا ماتوا اليوم واستشهدوا في هذه التفجيرات، وكل يوم احنا ليش خلصانه السالفه؟ ما خلصانه، مذبحه ومجزره ويوميا نجزر من 2003 ولغايه الان، يعني احنا هذا الشعب العراقي من دا يتجزرون والحرس الوطني والمنتسبين الاجهزه والداخليه من دا يتجزرون، اي ليش ما تطلع تنطيهم كل واحد حال استشهاده اذا ما قدرت تحميه وما قدرت توفر له كلاب بوليسيه بالسيطره، تعطيه تعطي عائلته 20 مليون 30 مليون، انطيهم راسا بيت، انطيهم سياره، وفر لهم عيشه، لو تبقى زوجة الحرس الوطني وزوجة الجندي وزوجة الشرطي تبقى تجدي الفلوس على الابواب وتبقى تجدي باب الدوائر، اي انصاف هذا اخي واي عدل؟ طيب. اليوم حكومه ما تنصف ابناء شعبها، حكومه هي في وادي والشعب في وادي، انتم قبل فتره طلعتوا تقرير في منطقه تنذب بها ازبال، يوقفون الناس اللي يلقطون بها، شنو نوعيه هذه الازبال؟ هي المواد الغذائيه اللي تفضل فتات مواعد الرئاسات. لما تنذب رئاسات الوزراء من ضمنهم الناس تتلقط بالازبال تلقي لها وصلت لحم دا تاكلها، وانتم طلعتم هذا التقرير وفتشوا عنه وطلعوه. طب دكتور احنا لو طلعنا اعلام اسمحي لي والله دكتور. الامام علي عليه السلام يقول لا انام ببطانا وجاريه جائع، هذا طيب الامام علي، هاي طيب دكتور الامام علي، كيف ترضى انه انت تنام وانت شبعان والشعب العراقي اليوم يجوع؟ انتم ما حميتوه من الموت ومن القتل والارهاب، انه بتريدون تموتوا جوع؟ هذا مرفوض. مرفوض جملة وتفصيلا، وسنقف بكل قوة، واحنا بدينا قبل ساعات. طيب دكتورة لا ربما هناك تساؤل اذا سمحتي لي. نستعد لاستدعاء رئيس الوزراء الى داخل مجلس النواب العراقي لمساءلته ومحاسبته عن قراره، انا اقول قراره، هو رئيس مجلس وزراء كان المفروض يطلع يرفض حتى لو كل وزراءه قبله، وهو يطلع يقول انا ارفض هذا القرار لان قرار ضد شعبي، لكنه قبل فهو يتحمل مسؤولية لان هو رئيس مجلس وزراء، نجيبه ونحاسبه اذا ما تراجع عن هذا وعدل عن هذا قراره، نحاسبه عن شغلتين، نقول له ليش قرار. دكتوره انا بس اذا تسمحي لي والله، اذا تسمحي لي دكتوره بس اذا تسمحي لي دكتورة إذا تسمحي لي والله أنا يعني حقيقة حتى لا يقال أنني أقاطع كثيرا، لكن بالفعل إحنا إذا ردنا نتناقش نحتاج إلى 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 بعض الوقت للتحديد، يعني إحنا الإعلام عنده الكثير من الملفات، نحن عندنا الكثير من الملفات الخاصة بفساد وبالوثائق، لكن من تطلع من يمنا شكل ومن تطلع منكم شكل آخر، أنتم مؤتمنون أمام الله وأمام الشعب العراقي على كشف الفساد وعلى رفع الواقع، وأنتم نواب الشعب، أنتم لا يقال إن مهدوري فقط في التايتل البروجرام بالبرنامج يقولون مهدوري عن كتلة الأحرار، لكن أنت عنوانك أمام الشعب نائبة عن الشعب العراقي، يعني مؤتمنة أمام الله بهذا الخصوص. اليوم تحدثت عن خبر يتعلق بالمصارف الأهلية، ما حيثيات هذا الخبر حقيقة؟ الفساد أنه هناك فساد ب 700 مليار دينار، شنو حيثياته اذا سمحت؟ نعم، يعني احنا بالنسبه لنا نعمل، انطيك مثال على عملنا على سبيل الحصر للمثالين، وقت البرنامج ما يكفي. مفتش عام وزاره التربيه وانتم خصصتوا له كثير من البرامج. في ملفات فساد كبيره جدا، قدمت طلب الى مجلس النواب، استجوبت في داخل لجنه النزاهه، رفعت ملفه الى رئيس هيئه النزاهه وقعدت ويا السيد رئيس هيئه النزاهه مثل ما قاعده انا وياك هسه، رويت الملفات وقال لي بعظمه لسانه السيد علاء الساعد والان يسمع صوتي، قال لي انا اعرف هذا انسان فاسد وهذا انسان مقصر ولا يصلح لهذا المنصب وما ائتمنا، اسمع هاي العباره، وما ائتمنا على فلس قديم واقع بالطين، جيد جزاك الله الف خير، تفضل هاي الملفات، هاي الملفات صار خمس اشهر ولهذا يومك، بعدين يصعدون هم اللجنه ورئيس هيئه النزاهه يصعد الى رئيس مجلس الوزراء يقول له هذا الرجل فاسد، طبعا حولوا اوراقه الى محاكم النزاهه وللان لم يتخذ اجراء لان القانون يعطل مع ناس ويفعل مع ناس، صعد الامر الى رئيس مجلس الوزراء، حل اخير، ايش كتب رئيس مجلس الوزراء؟ كتب تريث لعد هذا اليوم، المصائب هاي بدها تصير والكوارث
في مجال التربية هي من شوية، هي من الفساد الآن الموجود في داخل وزارة التربية. إحنا قدمنا ككتلة أحرار يوم أمس واليوم قدمنا تواقع كاملة إلى رئاسة مجلس النواب نطلب فيها استجواب السيد وزير التربية على خلفية ملفات فساد وتقصير كبيرة جدا في مجال التربية. لن نسكت، نحن لا نسكت حتى موضوع اليوم تفضلت فيه أنه موضوع المصارف الأهلية. أنا رافع بي كتاب من سنة ونص إلى رئاسة مجلس النواب، سنة ونص أنا رافع كتاب. السيد رئيس مجلس النواب يحوله الى اللجنه، اللجنه تحوله الى لجنه، وتبقى الامور ليش؟ لانه هنالك البعض وخاصه الاحزاب المتنفذه واخص بالذكر دوله القانون لان هي المسؤوله عن اللجنه الماليه ترفض وتعرقل هذا الموضوع، وانا الاوراق وياي بتوقيع السيد رئيس مجلس النواب العراقي، الاوراق وياي حتى الحسابات الختاميه، وقفت امامها وجدنا ان هنالك خلل كبير جدا يعترف به السيد رئيس ديوان الرقابه الماليه، ويقول انه انا رايي طان حسابات الختاميه مال 2009 و2010، قال انا عندي بالنسبه لي ادي راي مقيد. شنو يعني معنى راي مقيد؟ يعني هنالك الكثير عنده من الملاحظات على اخطاء وضياع مال عام في الحسابات الختاميه، لذا هو فلا يصادق عليها. لعد اذا انت رقيب مالي لا تجرؤ على ان تقول اين الاخطاء ومن المسؤول عن الاخطاء. شنو دازني يا مجلس النواب؟ طالبت بعقد جلسه طارئه، السيد رئيس مجلس النواب وافق، دزها الى اللجنه الماليه. اللجنه الماليه هذا يومك، كان المفروض برئاسه مجلس النواب ان نتابع وتتابع وتتابع وتعقد جلسه على اعلى المستويات لموضوع الحسابات الختاميه. اليوم الحسابات الختاميه مال 2011 اللي جابوا لنا اياها، الحسابات الختاميه 2011 وفي بالتحديد في صفحه 27، نعم. شو تقول هاي الصفحه؟ تقول ان هنالك اختطاف للمال العام من قبل المصارف الاهليه. اليوم انا اريد يستكمل التحقيق في موضوع البنك المركزي حلقاته، واحدى حلقاته المهمه اللي راح توصلنا الى سياسيين ورجال اعمال يمولون احزاب، وهؤلاء يتلاعبون باقتصاد العراق، ونحن والله يا استاذ انور على اعتاب كارثه كبيره. كارثه كبيره بسبب السياسه الماليه المرتبكه والخطيره والخاطئه والفاشله التي تقوم بها الحكومه. شو يسوي هذا المصرف الاهلي؟ احد هذه المصارف هو مصرف البصره الاهلي. هذا المصرف اختطف من احد المصارف الحكوميه مبلغ 700 مليار دينار عراقي بطريقه يسموها يعرفوها اهل الاقتصاد والمال طريقه الصكوك الطياره او الصكوك الطائره. 700 مليار يجي هاي بال 2009، يجيني الرقيب المالي بالحسابات الختاميه مجلس النواب يقول احنا عجزنا عن تحصيل 355 مليار دينار، يعني بعد راح 355 مليار. اسالك بالله اذا هذا الموضوع وزير تنباك من عنده 355 مليار دينار لا يقدم استقالته شو تقول عنه؟ او حكومه لا تقدم 355 مليار دينار واليوم لاحقين الشعب على البطاقه التموينيه، 355 مليار دينار لم تسترد من هذا المصرف ولم يحقق به، زين ليش ما شكلتوا لجنه تحقيقيه وحققتوا في وضع المصارف الاهليه؟ اليوم المصارف الاهليه هنالك رجال اعمال. هو البنك الوحيد دكتوره؟ الان اعضاء في المصارف الاهليه يمولون، وعندك مصرف الوركاء. مصرف الوركاء الحكومه ايضا في قبل عام 2010، قبل عام 2010 أودعت في هذا المصرف مئات الملايين من الدولارات، مو دينارات، مئات الملايين من الدولارات، مخالفة بذلك أحكام وقوانين الدولة العراقية وقوانين المال العام والدين العام. هذه الأموال من حطتها الدولة أو الحكومة بالمصرف، مصرف الوركاء، هاي الأموال طلعت خارج العراق إلى أحد دول الجوار، طلعت الى احدى دول الجوار وبعد ما رجعت هذه الاموال، مئات الملايين من الدولارات. هذه الاموال سببت هذا الخروج، هاي الاموال والعمله النقديه الصعبه والكبيره بهذا الحجم، خروجها ادى الى اختلال التوازن وبالتالي التاثير على النقد، العمله النقديه وبالتاثير على من يقف وراء ذلك دكتوره؟ من يقف وراء ذلك؟ ولليوم اكو شخصيات سياسيه او حكوميه؟ احنا رافعين كتاب في هذا الموضوع، تفضلوا. نعم، اكو شخصيات حكوميه أو سياسية تقف وراء مصرف الوركاء أو تهريب الأموال هكذا؟ أو مصرف البصرة حتى؟ نعم، حكومة خلتها بحساب المصرف. منو من تقصدين يعني؟ الحكومة أودعت هذه الأموال. الحكومة هذا الموضوع أريد فتح تحقيق به، من المسؤول؟ من صاحب القرار؟ احنا نعرف أن الحكومة أودعت ملايين الدولارات من أموال الدولة العراقية في مصرف أهلي، لا يجوز أن تضع أموال في مصرف أهلي، الحكومة تحط أموالها بمصرف حكومي، مو تحط أموالها بمصرف أهلي. ليش مصرف الوركاء بالذات؟ من الذي يمتلك أسهم وحصص في داخل مصرف الوركاء ويمول حزب سياسي متنفذ في داخل من الحكومة من والبرلمان؟ وهاي الأموال راحت، وأعلن المصرف إفلاس على الرغم من أنه عنده 25 فرع، والآن المصارف الأهلية مصرف البصرة ومصرف الوركاء عاجزين عن تسديد ودائع المواطنين، ونحن لدينا اليوم جهاز مصرفي منهار بالإضافة إلى سعر صرف متذبذب. أخي الكريم
سعر صرف متذبذب، من المسؤول عنه؟ أيضا السياسة المالية. راح تقول لي شلون؟ أقول لك باختصار، الحكومة العراقية بين عام 2009 و 2010 يعني فترة الانتخابات النيابية ايش سوت؟ كل اللي هم الكرسي، كل اللي هم الحكم، ليه ما يهمهم اقتصاد العراق، شعب العراق، أمن العراق، أمن المواطن، لقمة المواطن. ايش جد سوت؟ أطلقت سلف للدرجات الخاصة، والسلف كانت انتخابية أخي الكريم وأنا مسؤولة عن كلامي. السلف كانت انتخابية، سلفة 100 راتب للقاضي، للقاضي وللوكيل وللمدير وللبرلماني وللوزير ولكل المسؤولين. انطتهم سلفة 100 راتب، هذول أكثرهم عندهم يا أما عنده بيت وعنده سيارة ما محتاج، شو يسوي هذا؟ لازم يحولها إلى عملة صعبة، بالتالي شنو صار؟ صار تذبذب بسعر الصرف، وأدى إلى أن يحدث إرباك كبير في الموجود النقدي أو إرباك كبير في السياسة النقدية. أكو نقطة أخرى، التقرير أو الحسابات الختامية تقول لنا على خطيئة أخرى في التعامل مع المال العام. أستاذ أنور، إحنا من 2003 من الاحتلال ولا اليوم الاقتصاد مدمر، البلد محطم، السياسة المالية والمحاسبية. طيب من يا دكتورة، من أنا أسألك وأنا اليوم رح من الذي يسرق المال العام حتى يمول أحزاب؟ منو اللي يسرق المال العام حتى يمول أحزاب؟ شخصيات يعني هذا اللي يعني أنا طالبت فيه عن طريق فضائيتكم، هذا اليوم اللي أنا طالبت فيه، قلت أريد يفتح تحقيق في أعلى المستويات، أعلى المستويات، كبار المسؤولين أريد في البنك المركزي، في وزارة المالية. يعني منو يستدعون؟ يستدعون من؟ من؟ تحقيق ويا من؟ أستاذ أنور يعني الحقق ويا رئيس الحكومة، حقق ويا وزراء، ويا من حقق؟ أنت خلي بطلون من هاي الطريقة، انه الشخص من يسافر، المسؤول من يسافر يلا يطلعون وراء مذكرة القاء قبض، وبعد لا 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 نحظى لا 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 بفلوسنا ولا بالمسؤول، وما ندري والموضوع منو يتحمل؟ يتحمل صغار الموظفين. اليوم عندنا 20 موظفة محجوزات بالبنك المركزي، وحدة ما صار لها شهرين من متعينة، هاي ايش لحقت تبوق، ايش لحقت تسوي؟ صار لها شهرين وكثير، ليه تلبسوها كبار يعني ينهزمون من ادها كبار المسؤولين ويضعون بها الصغار الموظفين؟ ليش؟ لانه كل مدير وكل وكيل وراء حزب وراء كتلة سياسية. طيب يا دكتورة سؤال، والله سؤال أخير، أنا حقيقة اليوم ملفات يا دكتورة اليوم بالخسائر ويقول لك إحنا سوينا تحقيق. طيب دكتورة الفساد يا أخي، مو رأس الفساد بعده أنت تروح على الموظف الصغير. من هو دكتورة؟ بس أنا سؤال أخير والله، أنا أعدك على الهواء مباشرة أمام مشاهدينا، لأننا الملفات كانت متزاحمة اليوم وكلمة سماحة السيد الصدر فأخذت وقت، إن شاء الله إحنا نعدك بالقريب العاجل أن يكون حوار آخر لاستكمال ملفات. لكن بالسؤال الأخير يعني أنت لو كنت أنت نائبة أمام الشعب العراقي تتحدثين، لو قدر لك بمجلس النواب أن تطالبي باستجواب شخصيات، من هم؟ عددين كم اسم تطالبين من أن يتم استجوابه؟ من هو؟ اليوم احنا اخي الكريم عملنا، مو نطالب، عملنا، بدأنا العمل، واول ما احنا انطينا هذا الموضوع انطينا القناة البغدادية وقلنا انه احنا قبل ساعات بدأنا بالعمل على استدعاء السيد رئيس الوزراء ومساءلته عن قضيتين، القضية الاولى قضية قرار بإلغاء البطاقة التموينية، والقضية الثانية هي صفقة التسليح مع روسيا وسماحة السيد مقتدى صدر. وهذا بيان سماحة السيد القائد مقتدى صدر اعزه الله، هو اول من طالب بالتحقيق مع هذه الصفقة المشبوهة، صفقة التسليح مع روسيا، وقال فيها ضياع المال العام وصرفها على ما لا يرضى أبناء الشعب العراقي، وقد أثارت الخلاف والاختلاف، فهو أول من طالب بوضع حد للفساد. نحن نطالب اليوم بوضع حد لكل الانفلات الآن وكل التجاوزات على المال العام، والوثائق كثيرة جدا يجب أن تطرح، ويجب أن يبدأ الحساب من الوزير للمحاسب. انت قلت لي من حاسب؟ من الوزير للمحاسب، بل حتى رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوزراء قد وهب ما لا يملك وقد تجاوز على القانون وعلى قوانين إدارة الدولة العراقية، يجب ان يحاسب اذا اشترك في اهدار او تجاوز التخصيصات وصرف فوق التخصيصات وخارج التخصيصات الموازنة واهدر اموال الشعب العراقي. طيب هناك معلومات دكتورة، هناك معلومات ان الصفقة مع روسيا، هناك معلومات يا دكتورة، هناك معلومات ان الصفقة مع روسيا لربما اوقف أو ألغيت، وأن السيد عزت شابندر هو من صرح بذلك نقلا عن رئيس الحكومة، ما هو تعليقك؟ تعليقي أخي الكريم أنه سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وفي يوم 3 ذي الحجة يعني قبل أكثر
من 15 يوم طالب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر بالتحقيق في هذا الموضوع الذي كان فيه ضياع للمال العام على ما لا يرضاه أبناء الشعب العراقي ومثلي الشعب العراقي، وقال أن هذه الصفقة هي صفقة تصاعدت مع حدة الخلاف والاختلاف وأنها صفقة فئوية وليست وطنية، وأنه إلغاء هذه الصفقة أو راح يعقدون صفقة جديدة. أنا أقول للسيد رئيس الوزراء، هو من كان يرأس الوفد الذي ذهب إلى روسيا، فهل سوف يستطيع أن يغير نفسه؟ لأنه هو المسؤول عن هذه الصفقة. وأنا أقول لو كان هنالك إنصاف وكان هنالك قضاء، مع احترامي لكل القضاة الجيدين الذين يناضلون في سبيل إصلاح المؤسسة القضائية، لو كان هنالك قضاء عادل، هل سيصدر القضاء مذكرة إلقاء قبض بحق السيد رئيس الوزراء لأنه كانت هنالك صفقة سلاح عقدها السيد رئيس الوزراء بنفسه ذهب إلى روسيا وكلكم رأيتموه؟ هل ستصدر مذكرة إلقاء قبض بحقه لأنه أهدر المال العام؟ هذه قضية صفقة السلاح ليس من السهولة إلغائها، هذا راح تترتب أموال وغرامات جزائية على العراق لأنه ألغاها. من الذي وضع هذه اللجنة؟ لسه هو السيد رئيس الوزراء؟ إذا طيب. هو الذي يحاسب بالدرجة الأولى، هذا اللي قلت لك عليه، مو نحاسب الصغار ونعوف الكبار. طيب لازم دكتورة. نحاسب من طيب. رأس الهرم إلى قمة طيب قمة دكتورة أستميحك يعني أستميحك عذرا حقيقة، أستميحك عذرا يعني لنكتفي بهذا القدر.